طيب لما بقى حلفته اليمين مع سيد الرئيس، واول لقاء لانه بعد حلف اليمين في بيبقى فيه اجتماع للتوجهات الاستراتيجيه. مظبوط. نصيب التعليم كان ايه في هذا الاجتماع؟ لا، النصيب كان كبير. اول حاجه قناعه المجتمع، لازم تشتغل على قناعه المجتمع المصري باهميه التطوير، ولازم الاسره المصريه تشعر ان الدوله بتشتغل لها، بتشتغل لاولادها، علشان يبدا يحصل التطوير على والناس تشعر بيه. دي كانت واحدة مهمة جدا. الأسرة المصرية ومراعاة ظروف الأسرة المصرية، فخامة الرئيس أكد عليها جدا في الحديث. والجزء الثاني هو بقى احنا مش عايزين طلاب يحصل يعني همهم ان هم يدخلوا امتحان ويجتازوا على ويجتازوا الاختبار ويحصلوا على شهادة. بالظبط، احنا يعني عايزين تعلم. ايوه، الفرق، انا كنت اقول لحضرتك حال الفرق بين التعليم والتعلم. عايزين تعلم وعايزين بناء شخصيه، واولادنا دول اللي هيبقى عايزين منتظرين منهم في المستقبل جيل قادر على تحمل المسؤوليه، فلازم يبقى في تنشئه اجتماعيه صحيحه وبناء شخصيه اكتر وتحمل المسؤوليه. ده كان يعني تكليف واضح من فخامه الرئيس في الاجتماع. والجزئيه الثانيه اللي هي الموهوبين والفائقين والتركيز عليهم باعتبارهم ان هم قاطره التقدم، فلازم نشتغل على الموهوبين والفائقين. وكل التكليف التوجيهات دي اشتغلنا عليها في وزاره التربيه والتعليم. طيب، ده الاجتماع اللي هو فيه التوجيهات الاستراتيجيه العامه. مظبوط. يعني حضرتك فيه كنت وزير ضمن الوزراء. لو سالت حضرتك على اول اجتماع بقى يعني مع الرئيس، لانه الرئيس يعني في من سمات يعني هذه التجربه انه احنا عندنا طول الوقت متابعه، يعني متابعه دوريه طول الوقت. فاول مره استدعيت للاجتماع بقى والعرض على فخامه الرئيس. يعني كواليس هذا الاجتماع وايه اللي عرض فيه وكيف رايت الرئيس وهو يدير هذا الاجتماع؟ لا، انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. فخامه الرئيس كانه متخصص في التعليم، كانه متخصص في التعليم. يعني كان بيناقشني في تفاصيل غايه في الدقه يعني. يعني مثلا لما اجي اقول له المعلمين يقول لي عددهم كام، نوعيتهم كام. لما اجي اكلمه في المناهج، ده بكام منهج، المناهج طبيعتها ايه، هل المناهج بتركز على الماده العلميه ولا على النواحي الشخصيه وبناء الشخصيه. دي كلها كانت توجيهات جامده جدا، لدرجه انه سالني مره المدرسه ميزانيتها ممكن تبقى كام. ميزانيه تشغيل يعني تشغيل المدرسه تبقى كام. فكان الحقيقه يعني بيسال في تفاصيل جامده جدا في الحديث، دقيقة جدا، ومتابع ومنصت للحديث ويجري معك حوار علشان يبقى فيه قناعة بالكلام اللي احنا اللي بيتعرض، الكلام مهم ولا غير مهم. احنا نقول ان شاء الله اذا كانت الاراضي موجودة يا دكتور وجاهزين ان احنا وانتوا اخترتوها تبقى يعني التوزيع الجغرافي والتوزيع السكاني والكلام اللي بيتحط في الدراسه بتاعتكم، نتكلم ان احنا نبدا في ال100 مدرسه دول. احنا في شهر 10 نقول ان شاء الله يعني بامر الله سبحانه وتعالى نقدر خلال سنه ال100 مدرسه دول يخشوا. شكرا فخامة الرئيس. يعني شكرا جزيلا. احنا بنبدا وكده. طب انا عشان الدكتور مصطفى ما ضغطش عليه زياده عن اللزوم، برضو هنحط رقم معتبر من تحيا مصر دكتور مصطفى كصندوق يمول جزء من ال100 مدرسه دول، اللي هم اذا كنت انا فاهم ان هم هيبقى جزء منهم مدارس الاي بي اس ومدارس شوف انتوا عايزين ايه، بس احنا المتكامله للغات في 3000 فصل عشان الدكتور ما ايه كده يعني مع برنامجك العادي اللي انت شغال فيه.